رئيس الجمهورية يشرف على الاتفاقية الموقعة بين الشركة الإماراتية والحكومة التشادية الهادفة إلى بناء محطة الإطار الشمسية. ووفد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشترك ينهي زيارة عمله بعقد مؤتمر صحفي بينه وبين وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمغتربين. السابعة تماماً بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها، أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار. وقعت مساء أمس برئاسة الجمهورية اتفاقية تعاون بين شركة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة التشادية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء محطة للطاقة الشمسية. وقع من الجانب التشادي وزير البترول والمناجم بوكرر ميشيل، ومن جانب الإماراتي المدير العام للشركة الإماراتية غانم المرزوقي. كان ذلك بحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وبعد الانتهاء من مراسم التوقيع عبر السيد غانم المرزوقي عن سعادته بهذه الاتفاقية. أنا كنت مع فخامة الرئيس ديبي واتفقنا ووقعنا اتفاقية شراكة مع حكومة تشاد حول إقامة تزويد حكومة تشاد دولة تشاد بمصنع فيما يتعلق بالسولر اللي هو الطاقة البديلة، ونحن ننظر إن شاء الله في الأيام القليلة في إنجاز هذا التواصل، وإن شاء الله بنكون على استعداد في هناك فريق سيزور دولة الإمارات من وزير الطاقة معالي وزير الطاقة والفريق المرافق له للاطلاع على المصنع في دولة الإمارات، وحتى من خلاله ننطلق لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشروع الطاقة في تقريبا يعني إلى 200 ميجاوات، ونحن إن شاء الله سوف يتم إنجاز كثير من الإنجازات وفي التعاون في المستقبل إن شاء الله. تتويجاً للزيارة التي قام بها الوفد الزائر للبلاد الذي يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بقيادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، عقد الوفد مساء أمس بأحد فنادق العاصمة مؤتمراً صحفياً مشتركاً بينه وبين وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمغتربين. التفاصيل لدى محمد عثمان بشير. في ختام زيارة العمل الذي قام به وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى البلاد والتي استمرت لأيام معدودات، حيث توجت هذه الزيارة بهذا المؤتمر الصحفي المشترك بين الوفد الزائر ووزير الشؤون الخارجية شريف محمد زين. وقد أكدت رئيسة الوفد خلال هذا المؤتمر بأن زيارتها كانت تهدف على الإطلاع على كافة القضايا التي تتعلق بتطوير المرأة واللاجئين بالأساس، فيما أكد وزير الخارجية شريف محمد زين خلال مداخلته في هذا المؤتمر الصحفي عن امتنانه البالغ من هذه الزيارة. وعند إجابة لها لتلك الأسئلة التي قدمت من قبل الصحفيين حول ما إذا كان هنالك إمكانية للأمم المتحدة تقديمها مساعدات ودعم للحكومة التشادية في قضايا تمكين المرأة واللاجئين، أكدت أمينة محمد على أن الأمم المتحدة لها مخططات لمساعدة تشاد في كافة المجالات خاصة قضية اللاجئين والمرأة وصها. نظمت اليوم الشركة الوطنية للكهرباء بأحد فنادق العاصمة جمينة يوماً مفتوحاً بهدف السماح للمواطنين معرفة الخدمات التي تقدمها الشركة لصالح المستهلكين. جرت المناسبة بحضور المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسيري كوماكوي ووزير البترول والطاقة بوكر ميشيل والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام. تقرير زينب أحمد عبد الله. تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء من المؤسسات الوطنية المستقلة والتي تهدف إلى توفير الكهرباء للمواطنين في جميع الأراضي الوطنية، ونظرا لتحقيق أهدافها المنشودة نظمت يوما توعويا بهدف مواجهة التحديات والعراقيل التي تقف أمامها. المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء جان بول باتنا قال تسعى الشركة لمحطة انطلاقة جديدة حول مواجهة المتجددات وحل كل المشاكل من أجل
تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الكهرباء لكافة السكان. واجب للمواطنين القيام بواجباتهم وتسديد كل الفواتير، كما تسعى الشركة لتعزيز علاقة جيدة بينها وبين المستهلكين. كما أكد وزير البترول والطاقة بوكر موشيل بأن هناك اتفاقيات أبرمت من أجل تيسير الكهرباء والمياه عبر الطاقة المتجددة، وهناك جهود تبذل من أجل توفير الكهرباء بطريقة أفضل. عشان يقدروا يقعد يجيبوا شاب قريب مام، عشان مشكلة هسا يقتل نار ما يقدروا من بين سنة تلي يخلوهم يجيب لنا مشاكل كتير. يسو جورنة بورتو فيرت يواسب الناس شغل شنو الاسنة قاعد بيسي. هذا وقد قدم الوزير المستشار برئاسة الجمهورية نور الدين دلوا كاسري معدات رياضية لفريق إليك إسبور التابع للشركة الوطنية للكهرباء، وقد توجت المناسبة بزيارة إلى محطة الشركة الكائنة بحي فرشة بالدائرة الأولى، وذلك من أجل تفقد سير العمل والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين. نصب مؤخرا المفتش العام للدرك الوطني العقيد محمد أبكر قائد المنطقة 18 لقوات الدرك الوطني الجديد العقيد زكريا إردا طاهرو وسط حضور كبير من المسؤولين الإداريين والأمنيين بمدينة مساكوري حاضرة إقليم حجر لميس، حيث رأس المناسبة حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبريل. محمد حسن آدم والتفاصيل. المناسبة التي كانت بميدان الاستقلال لمدينة مساكوري حاضرة إقليم حجر لميس هي مناسبة تسليم مقايد قوات الدرك الوطني للمنطقة رقم 18 العقيد زكريا إردا طاهرو لمنصبه خلفا لآدم سليمان ترقلي الذي استمرت فترة عمله لمدة سنة وشهرين. المناسبة ترأسها المفتش العام للإدارة العامة لقوات الدرك الوطني العقيد محمد أبكر إبراهيم، وأجرت بحضور حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر وعدد كبير من المسؤولين الإداريين المدنيين منهم والعسكريين إلى جانب سكان المدينة. كما طلب المفتش العام بالإدارة العامة للدرك الوطني العقيد محمد أبكر إبراهيم من القائد الجديد بذل المزيد من العمل لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة العمليات التخريبية وقطاع الطرق. هذا وبعد تسلمه لمنصبه رسميا قائد قوات الدرك الوطني للمنطقة رقم 18 اجتمع مع حاكم الإقليم ومؤاونيه، حيث تمحور اللقاء حول المسائل الأمنية وسير العمل وحرية تنقل المواطنين وممتلكاتهم. وفي إقليم البطحاء نظمت مؤخرا المندوبية الصحية بالإقليم يوما توعويا حول أهمية تنظيم الولادة، ويأتي ذلك في إطار الأنشطة الخاصة بتعزيز صحة الإنجاب والتخطيط الأسري التي أطلقتها وزارة الصحة العامة مؤخرا. محمد طاهر جبريل الحر والتقرير. كلنا معا للعمل من أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال، ذلك شعار هذه الحملة التوعوية التي تدخل ضمن فعاليات 15 يوما لترقية صحة الإنجاب التي تنظمها هذه الأيام وزارة الصحة العامة. الجلسة التي أدارتها القابلتان خديجة صوصل وكونغا ميركا تمحور الحديث فيها حول تنظيم الأسرة، فبحسب المتحدثتين يساهم التخطيط الأسري في الحد من مشاكل الحمل التي تتعرض لها النساء خاصة الصغيرات منهن، حيث تسمح وسائل منع الحمل بتأجيل إنجاب الأطفال حتى تصبح أجسامهن قادرة على تحمل الحمل، بالإضافة إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بالحمل للنساء الكبيرات بالسن، كما تقلل من الحاجة إلى الإجهاض لمنع الحمل غير المرغوب فيه والتقليل من الوفيات الناجمة عن الإنجاب المبكر وتنظيم حجم الأسرة. حيث تشير الأدلة أن النساء اللواتي لديهن أكثر من 4 أطفال معرضات بشكل
بشكل أكبر لخطر الوفاء. هذا وتداخل الحضور بأسئلة انصب جلها حول منع الحمل وتداعياته العكسية، وحول سؤال عن حق المرأة في استعمال وسائل منع الحمل دون التشاور مع زوجها. أجاب المندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحة علي إسماعيل بجار بأن هذا غير ممنوع إن رأت الزوجة أن تأخير الحمل يضمن صحتها. هذا واعتبر الجميع أن تنظيم مثل هكذا توعية يجعل الأسر على وعي تام بمخاطر الحمل المتقارب. وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا، تجول اليوم فريق من التلفزيون الوطني في بعض الطرق الرئيسية لرصد عمليات الصرف الصحي نظرا لهطول الأمطار الغزيرة بالعاصمة أنجمينا، حيث تعاني بعض الأحياء من ركود المياه نتيجة لعدم المجاري المائية. ولمعرفة المزيد أعدت لنا الزميلة فاطمة داود الحامر التقرير التالي. بداية موسم الخريف لهذا العام شحت فيه الأمطار خاصة في الأشهر الأولى مايو ويونيو، إلا أن أمطار هذه الصبيحة مبشرة بالخير نظرا لغزارتها. فبعد نداء الشيوخ وطلاب العلم بالتضرع إلى الله حتى ينعم علينا بالأمطار، هطلت أمطارا غزيرة في الصباح الباكر لهذا اليوم بالعاصمة، مما أدخلت البهجة في نفوس بعض المواطنين، إلا أن الأغلبية من المواطنين يعانون من الأضرار التي تخلفها الأمطار كرداءة الطرق الفرعية وعدم سير المجاري المائية مما يعرقل من عملية السير، إضافة إلى البرك العشوائية في مختلف الأحياء والتي بدورها تعتبر مرتعا للباعوض. هذا معلومته كل أبى له شغل نسيه كل ما نرفته ده هذا جاي ده أنا في سكوا كده كم نرفه كنا بيسيره لما نسير كل ما نرفه. فبالرغم من جهود بلدية جمينة في حفر وتنظيف المجاري المائية استعدادا لموسم الخريف، فإنها ما زالت مقصرة بعض الشيء في تحسين المجاري المائية سواء كانت في الشوارع الرئيسية أم الفرعية، وهذا يعكس صورة سلبية لها من قبل المواطنين. المدام لمر يمرق يروق في الوالم يشوف كما الشاب طابانين. فعلى بلدية جمينة وشركائها بتظافر جهودها والقيام بعملها على أكمل وجه من أجل الخروج من فصل الخريف دون خسائر مادية ومعنوية. وفي ذات السياق، قام ظهر اليوم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى بزيارة تفقدية إلى بعض الحارات والمربعات التابعة للدائرة، وذلك للتأكد من المجاري المائية التي تم تنظيفها من قبل بلدية الدائرة. تقرير محمد صالح الحسين. بعد هطول الأمطار الغزيرة في مدينة أنجمينة، قام عمدة الدائرة الخامسة بزيارة تفقدية إلى المجاري المائية التي تم حفرها قبل أسابيع للتأكد من أن هذه المجاري تعمل بشكل جيد أم أن هناك إشكاليات وعقبات تعمل على حجز المياه. عمدة الدائرة الخامسة وفريق العمل المرافق له لاحظوا أن هناك القليل من الإشكاليات، ولكن يجب حلها في أسرع وقت ممكن. من واجبنا أننا مسائل أنا الدائرة بعد العلم سبدا واجب نشوفه كيف اسكي علمي ده فاد ولا ما فاد، اسكي خدمة الأنين السيونة ده عند النجاة ولا ما عند النجاة، في ده السيونة تور في تروا كركيانا أمرجي بي ريدينا سانفيل، وداكو النتيجة اللي جينا ده بعد الكاري الواجين داخل دول خدمة الأنين السيونة ده لقينا النتيجة حاجة كويسة، وبعد من السكان كل واجب هم كل يسوا إفورشيا علمي الفكرة كده كرتي داخل أي واي ينكت كانيفو يرمي لجارة بورك يجا في الكانيفو الكبير ده. والآخر أنا نطلب من السكان هنا سنك مرة نسمع كان علمي سبب ده ما في وقت سبب علمي يجري، كان علمي بيجي كتير زيادة بيشيل وقت بيشيل ساعة ساعتين لحد ثلاثة ساعة كلها. حيث أن هذه الزيارة كانت مهمة لبعض سكان هذه الحارات والمربعات. نشكر المير، كل ما شيء حصل ده هو يعني بيجي أول إنسان، وأنا زادك عن تانك شيف ديكاري من علمي مسكت ده قميت يعني كاري احنا ايده كلك يروخ ده، وسويت تلفون لسان كان يعني بكان الكيدة المشية راقد كيدة شيء راقد، وجزاهم الله خير هم قموا جو وشافوا بعينهم. ينبغي على مسؤولي الدوائر الأخرى مراقبة وتنظيف المجاري المائية حتى يرتاح كل المواطنين
أثناء فترة الخريف. الالتزام بارتداء الزي الخاص بأصحاب الدراجات النارية المعروفة بالكلاندو يساعد الجهات الأمنية في مجال حفظ الأمن وممتلكات المواطنين والتصدي للأعمال الإجرامية. وفي هذا الإطار سلط اليوم فريق من التلفزيون الوطني الضوء على مدى تطبيق هذا القرار. عباس بكر مصطفى يحدثنا عن المزيد. تعود العاصمة أنجمينة بتزايد عدد السكان يوما بعد الآخر، وهذا الأمر يتطلب وسائل النقل نسبة لتوسع المدينة وبعد المسافات. لذا فقد انخرط بعض الشباب في قيادة دراجات الأجرة المعروفة محليا بالكلاندو، وأصبح هذا نطية لسد الحاجات واستفادة من عائداتها المادية، في حين يستخدم بعض الشباب هذه المهنة نمطا للقيام بعمليات إجرامية، والبعض الآخر يستخدم لسد حاجاته اليومية. لذا فقد شرع مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة على ضرورة توحيد أصحاب الدراجات النارية من قبل عمد الدوائر بارتداء الزي وتلوين الدراجات، وهذا الأمر تم تطبيقه في بعض دوائر العاصمة بينما بعض الآخر لم يفعل. فيما يتعلق بتحديد ثمن النقل، فقد بادر عمدة بلدية الدائرة الخامسة عبر الحوار وتوقيع اتفاقيات مع نقابة سائقي الدراجات الأجرة بدائرته. السندكادة بنفسه قال لا لا أين نشلو حمدنا نقطة تنين وخطو جاهز وبيقوس ما نزول وما نمرو حقا كان نادم جانا ما عنده قلسكو نسجلو ننتو تنين وني البنتريل الريزرفوار كان سيكي عندني مخلص أنا خدمة دا ونعرفو كاريفور حقا دا ننتوليا في يوميا يعني كان بجيب 50-50 كل الحدي خسارة الأسا هو سوى دا بمرق مني منا. ومن جانب رجال الأمن الذين يقومون بتفتيش ومراقبة وثائق الخاصة بأصحاب الدراجات النارية وخاصة الكلاندو لمعرفة مدى تطبيق المعايير والنظم المعمول بها، بينما يؤكد الأمني رغم الاتهامات الموجهة لأصحاب الدراجات النارية إلا أن لهم دور إيجابي في مساعدة رجال الأمن. شباب بذلوا قصارى جهدهم للاعتماد على أنفسهم بدلا من الالتفات إلى الوظيفة العامة، وبعض من سائقي الدراجات الأجرة خريج الجامعات والمعاهد. دشن اليوم المندوب الصحي لمدينة أنجمينة مركزا صحيا يحمل اسم الإمام الراحل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر بحي دقيل زعفاية، والذي قامت ببنائه الجمعية الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية. ياسر محمد أحمد والمزيد من التفاصيل. 20,000 شخص بهيدي جيل زعفاية لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية بالمدينة، وذلك لعدم توفر المواصلات في فصل الخريف، وأن هذا الفصل تنتشر فيه بعض الأمراض الموسمية. وتزامنا مع هذا الموسم جاء تدشين مركز الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الصحي الذي قامت ببنائه الجمعية الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية. ممثل مندوب الحارة الجد محمد أبكر قال إن هذا المركز يساعدهم في تسهيل العمليات العلاجية، وطلب من الحضور بتوعية أهالي الهي على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا المركز الصحي. مديرة المراكز الصحية بالجمعية عددت الإنجازات التي قامت بها الجمعية. قامت الجمعية الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية ببناء عدة مراكز صحية في الأقاليم ومركز واحد في محافظة شاربة قرمي، بالإضافة للمركز الصحي الكويتي بالدائرة الخامسة، وها نحن الآن في بعون من الله في مركز الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر بالدائرة الثامنة.
ممثل أسرة الإمام محمد اللمين فضل قدم شكره إلى الجمعية التي قلدت هذا المركز باسم صاحب العطاء الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر المندوب الإقليمي للصحة العامة لمدينة أنجمينا فوكسيا إلي. وخلال افتتاحه لهذا المركز شكر الجمعية على بنائها هذا المركز باسم الإمام الذي سيظل دائما في ذاكرة المجتمع التشادي. وللتذكير فإن هذا المركز يحوي بداخله قسم للأطفال وقسم للولادة وقسم للأشعة إضافة إلى معمل وصيدلية وقسم للأسنان قيد التشييد، ويعمل به 6 أطباء متخصصين إلى جانب الفنيين والممرضين. أطلق اليوم رسميا النائب الأول لعمدة الدائرة الخامسة جمعة عبد الرحيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية للجمعية الخيرية من أجل السلام والتنمية. وتعمل الجمعية أيضا على توعية المواطن بمخرجات المنتدى الوطني الشامل، كما أشار رئيس الجمعية إلى أن مساعدة الشرائح الضعيفة تعد من أولويات جمعيته. وفي نهاية الحفل تم تكريم بعض الشخصيات عرفانا لجهودهم المبذولة في مجال خدمة المواطن. الشاب التشادي المهندس الشاب التشادي إدريس أبكر تمكن من صناعة روبوت لرجل آلي على شكل خريطة تشاد، يعمل بالطاقة الشمسية ويتحرك بجهاز تحكم عن بعد حيث يمكنه التقاط الأشياء الخفية الصغيرة. تقرير عبد الله هارون. تمكن مهندس تشادي من تصنيع روبوت رجل آلي على شكل خريطة تشاد ويعمل بالطاقة الشمسية ويتحرك عبر أجهزة التحكم ويستطيع التقاط الأشياء الخفيفة، وذلك لمساعدة المعاقين جسدياً والعاجزين عن تناول الأشياء. وبعدين الروبوت ذاته كي اللي أنا عنده هدف، لأن أنا سيدة شنو لأطفال الدقاق معناته شوية مردانين ما يقدروا يتحركوا، كان ما في زول جنبهم ما يقدروا يشيل المياه شرب ولا يشيل كينو، والناس الكبار في السن خلاص. بعدين كان نادو ما في جنبه بتليكوماندا يقدر يرسل الروبوت ممكن يدير المياه شرب يشيله يجيبه له، كم داير أدوية حقا ينتي، وروبوت يخدم بطاقة شمسية معناته الطاقة تكلب الرينوما سولار تسي انرجي يمشي في باتري، وبعدين يخلي لي الروبو يتحرك يقدر يرفع يدين راسه يمشي قدام يرجع ورا. وبعدين سويته بالخريطة التشادية لأن أول روبو مصنوع من تشادي في تشاد. المهندس إدريس أبكر كرس جهوده لتطوير مثل هذه الابتكارات، وذلك بغية إبراز المواهب والإبداعات المحلية، كما سبق وتمكن من صناعته جرارا للحراسة والأنشطة الفلاحية المختلفة. قدم مساء أمس فضيلة الشيخ الجوني محمد الغالي خليل عمر نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية درسا شرح فيه كتاب المنهج الحميد، حيث تضمن الكتاب أسس الحياة الإسلامية والتربوية، وذلك بمسجد الاعتصام بحي دنبه. تقرير محمد هارون بصوت فاطمة داود الحامر. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته. مواصلة للأنشطة الدينية التربوية والروحية التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أنحاء دوائر العاصمة، قدم الشيخ محمد الغالي خليل عمر نائب رئيس المشيخة التجانية درسا تربويا أمام الحاضرين بمسجد الاعتصام بحي دنبي. وقد تناول في حديثه أهم أسس الحياة منها التسامح والمؤاخاة والتعايش السلمي وبث روح المودة والترابط الإيماني والتحلي بالأخلاق الإنسانية، الذي ذكر الشيخ رضي الله عنه حديثه في الصحيحين لما قدم له الفطور وهو صائم قال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني. من جانبه مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة السابعة
نيابة عن الشيخ قوني جدة موسى، شكر الشيخ على ما قدمه طالبا من المولى عز وجل أن يطيل عمره في خدمة الإسلام والمجتمع، كما شكر الحضور وطلب منهم العمل بما تلقوه من الشيخ. وفي نهاية المحاضرة ألقيت بعض من المدائح والقصائد النبوية واختتمت بقراءة القرآن الكريم. هذا كل ما لدينا في هذه الساعة، شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.